أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا. نحط الرحلة اليوم في معلمة تاريخية في التاريخ العثماني، ألا وهي ترسانة القرن الذهبي. تميزت ترسانة القرن الذهبي في القرن السادس عشر كونها أكبر ترسانة في العالم. أثناء حصاره لإسطنبول غضب السلطان محمد الفاتح كثيرا حين رأى السلاسل التي وضعها البيزنطيون لمنع مرور السفن العثمانية إلى البوسفور من جهة القرن الذهبي، لأن تخطيطه كان أن تضرب القوات البحرية العثمانية أسوار الإمبراطورية البيزنطية. وفي هذه اللحظة سجل التاريخ حدثا مهما في تاريخ البحرية، إذ دخلت السفن إلى القرن الذهبي مارة عن طريق البر. عزيزي المشاهد، نتواجد في هذا الحوض الحجري الذي هو معلمة تاريخية لترسانة القرن الذهبي. تم إنشاء هذا الحوض من طرف السلطان محمود الثاني، وقد انتهي من بنائه سنة 1825. ترسانة القرن الذهبي تتميز بكونها أقدم منشأة للصناعة التركية بأحواضها الحجرية التاريخية ومشاربها ومبانيها. يمكنك إيجاد آثار السفن من كل عهد في تاريخ صناعة السفن، آثار لقوادس ولغليونات ولسفن تنقش حكايات الزمان. وبعد الفتح شيد في ذلك المكان الذي دخلت منه السفن عن طريق البر أول مسفن عثماني. هذا المصنع الخاص بالسفن معروف باسم مسفن القرن الذهبي، وكان يطلق عليه اسم الترسانة العامرة وقت ذاك، والذي أنشأ القوادس أي السفن البحرية بالمجاديف، والقليونات أي السفن الحربية الشراعية، وسفنا كثيرة بتاريخه الشامخ منذ 555 سنة. وهو يعتبر إحدى أكبر مسفنين في العالم أثناء القرن السادس عشر، أحدهما مسفن القرن الذهبي الذي تم صنع سفن القوات البحرية فيه تحضيرا لمعركة بوروزا، وهي أكبر معركة بحرية وقعت في البحر الأبيض المتوسط، والآخر مسفن مدينة البندقية والذي تم فيه صنع سفن القوات البحرية لأندريا دوريا. والنصر الذي تحقق في هذه المعركة سجل فيه أن البحر الأبيض المتوسط هو البحيرة العثمانية. عندما تدخل من بابها فكأنك تدخل إلى عالم آخر، فيحيا أمامك التاريخ العثماني الشامخ، كأنك تسمع صوت القبطان خير الدين بربروس باشا يقول: من حكم البحار حكم العالم. فتخرج من بين شفتيك أبيات الشاعر التركي يحيى كمال البيتلي، حيث أنشد قائلا: أين تأتي أصوات المدافع في آفاق البحر؟ ربما هو بربروس يرجع من السفر مع القوات البحرية. هل هو قادم من الجزر أم من تونس أم من الجزائر؟ 100 سفينة تسلحت في الآفاق الحرة، تأتي من المكان الذي نظرت منه إلى القمر الجديد. أعزائي المشاهدين، على نغمات هذه الأبيات الشعرية الجميلة نستودعكم، على أمل اللقاء بكم في موضوع آخر. إلى اللقاء.